عايز أسأل حضرتك عن إدارة الدولة لحادث سقوط الطائرة الروسية، شفته إزاي؟ إدارة متخلفة. ليه؟ أنت دولة كبرى زي روسيا ومعندك علاقات، النكران أنت عارف، أنت كل ما الواحد يتخلف ويعمل عملة أو يتعامل فيه حاجة يقول لك ده مش أنا السبب، بليمينج أذر، عارف إيه؟ بتلمي اللوم على الآخرين. بس انت السبب، يعني انا اقعد اقول مش احنا، انما الاهمالك هو السبب. انا لما اخيب في الجامعه اقول الاستاذ الغلطان، ها، في اسباب. ما تنكرش ان اوكران ده جزء من التخلف، ها. فانت حصل ازمه طياره فيها 224 واحد روسي جايين بيحبوا بلدك ماتوا، عملت ايه؟ النكران قصدك يعني نكران وجود اهمال مثلا في المطارات؟ ايوه، انت مش عارف، وهم وهم يبقى عندك ميت بتاخد موقف سريع، ها؟ بس ما كان في تحقيقات، اتفتح تحقيقات، ايوه اتفتحت، بس انت هم ما يقدروش يستنوا، جالهم اخبار من امريكا ومن حتت تانية، فلازم انت ما تقولش لا مش انا، تقول اه ممكن ندرس سوا، وتاخد موقف عقلاني علمي وتقول لهم الاسباب ايه. وبعدين بعد كده بقى المصيبه اللي بعد كده، اداره الازمه ازاي كانت؟ ان انت بقى رحت السياحه وما السياحه وقعد ايه، طب احنا بقى هنبعت مصريين، ايه الخيبه دي؟ قصدك الافواج اللي راحت؟ آه، فنانين وكده، اه، رايح تعمل فرح في موت، في ميتم ناس صديقه ليك وبتديك سلاح وصداقه، رايح تعمل فرح عشان تقول لهم مش انا وتزغرق، يبقى دي اداره ازمه ولا اداره هبل؟ اسمعني، انا كنت اعمل ايه بقى كصبري الشبراوي؟ اقوم عامل ميموريال، حاجه تذكاريه، لا تذكاري. جنازه يقوم فيها الفنانين المصريين بشموع، ويروحوا شرم الشيخ ويقولوا احنا بنتاخى معاكم واحنا هنبحث معاكوا على الاسباب ولا ندعي عدم اللوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اما اعمل الميموريا ده اعمل نصب للناس دول، كرمز، نصب تذكاري كرمز للصداقه، ها. وبعدين اعزم، ما دام عندي الفنادق فاضيه، اقوم عازم 2000 او 3000 روسي من مشاهير ومن عائلات الناس اللي ماتت، اجيبها اقعدهم اسبوع اسبوعين، ها. ما هو حصل حظر بقى للطيران بعدها، يجي احنا نبعت طيارات، وبرضه في حظر على الطيران المصري دلوقتي، نبعت طيارات تانية نمولها، يعني في طرق مفهوم، اه، خلال دولة اه يعني ممكن. انت تقدر تتصرف بحيث تجيبهم وتبين لهم عمليا، يبقى انت في حملة تسويقية من نوع جديد، مش حملة تسويقية لمصر، ان انت رايح تزغرط وتقول احنا كويسين واحنا احنا مش محتاجين حد. ايه مش محتاج؟ يعني انت عارف، يعني اللي حصل كده في شرم الشيخ، اللي هي مثلا وزارة العدل بعتت قضاة، ووزارة الاوقاف بعتوا ائمة، انت عايز تشجع، يعني جت بسرعة عكسية، عايز تقول لي في عفوية وجهل، جهل. انا بس كانت النوايا صادقه، انها انت عايز تشجع السياحه. ما هي الدبه اللي قتلت صاحبها كان نيتها كويسه، يعني انت بتتكلم عن النوايا، النتائج مش النوايا. انا راجل بتاع اداره، الناتج هو اللي بيحدد امتى. انت عايز تسوق للعالم تسويقا، يعني مش تسويق، مش تسويق، مش عايز تسوق. التسويق ده تكنولوجي، ما بتفهمش فيها قول انا مش عارف، هات خبر التسويق يقول لك تعمل ايه. انما مش زفه في ميتم، كانت زي زفه في ميتم، ميتم عالمي وانت داخل بزفه ورقاصه. ده كلام. طيب، ما لا يدرك كله لا يترك كله. لو دلوقتي الدكتور صبر الشبراوي طلب منه انه ينصح في اداره الازمه مع روسيا، اعمل نصب تذكاري واعمل جنازه جديده او حاجه جميله
في in their memory في ذكراهم، وندعي كبار الفنانين والرياضيين. وكان كاتب الأخ ياسر أيوب نعمل نشاط رياضي في شرم الشيخ مع الفريق الفرق الروسية ونعزمهم على حسابنا، ما الدنيا فاضي والطيران المصري فاضي نص، طب ما تجيب ابعت طيارات مصرية واتكلم معاهم، تفاوض، افتح سك وعيد كده نظرتهم لين نحن ناس متحضرين وزعلانين عليكم وعلشانكم، واحنا اذا كنا احنا اهملنا فمستعدين نتعامل مع هذا الخطأ كده، يعني مش تتنيحة، يعني انت عارف اما بيبقى واحد فقر وعنطزة تعزم واحد. انا كنت اجيب لي قرايبي هدايا وانا جاي من امريكا، بدل ما يقول لك متشكر ليه ما احنا عندنا كتير، طب هاتوا، واخد بالك، بدل ما يقول لك متشكر لا العنجهية بتاعتنا العنجهية على الفاضي.